السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح نتكلم معاكم عن ذي القطعة. ميزة ذي القطعة شيء ما فكرني فيه من زمان. لا احد يقول انه وسواس او شيء، لا يعني كلام صحيح. يعني جوالك اتوقع مثل ما يقولون الشركة نفسها ذي ان في بكتيريا اكثر من بكتيريا برضو الحمامات العامة كرمكم الله. ان اوكي الحمامات العامة حمامات عامة، اوكي جوالك تاخذه للحمامات العامة، فتاخذ الحمامات العامة تاخذه كل مكان تودي، يعني كل مكان يخطر ببالك راح في جوالك، ففي بكتيريا يقول لك كثيره. فالشركه حلت ذي الشيء وطلعت لكم ذي القطعه مثل ما نشوف، او اسم الشركه، اسم الشركه دقيقه الدليل انه اصلا مو بسبونسر ولا شيء، يعني انا شاري بفلوسي. اسم الشركه فون سوب، اللي هو يعني يقول صابونه جوال. الهدف من ذي الجهاز انه اوكي جهاز فيه شحنين من ورا باليو اس بي العادي، اليو اس بي اي واليو اس بي سي. جهازك ما بلازم ايفون، ما بلازم اصلا حتى جوال، اي شيء يخش فيه يخش، يعني اي شيء يركب فيه تقدر تسوي له التعقيم. في اناره، والاناره ذي تقتل الجراثيم، نوع من انواع الاناره ما راح ادور عنها، اللي يعرف يكتب لنا تحت في الديسكربشن. في نوعين من القاعده هذه، راح احط النوعين تحت. سعر القاعده تضغط على النوعين تحت تشوفهم. النوع الاول في مدخلين من ورا، تركب ايفونك وبالكيبل باليو اس بي اي واليو اس بي سي ويشحن، تحط جوالك الجالكسي يشحن، تحط جوالك هواوي يشحن، تحط اي جوال في العالم، اهم شيء انه يركب داخل يشحن، تحط شيء ما بجوال يشحن برضو، كل شيء يشحن فيه. القطعه تشتغل تلقائي بعد ما تسكر القطعه، في زي علامه الثندر فوق موجوده، هذه لو صارت منوره يعني تشتغل. فالحركه انك تحط جوالك في الليل، يعني لا تقولي كم ياخذ يستغرق عشان يقتل الجراثيم، لا حط جوالك ونام تصحى ان شاء الله وما فيه جراثيم ان شاء الله. فتحط جوالك، تقول لك الشركه اي شيء تحطه، حتى بوكك، حتى بطاقه التصرف حقتك، حتى مفاتيحك، حتى اي شيء يركب داخل تحطه ويعطملك. مثل ما نشوف، لا يقول لي احد في جوالي النوت 8 ركب فيه، النوت كل الاجهزه تركب بالنسبه لي الحين، يعني 7 بلس حطيت فيه، هذا اكبر جهاز، النوت راح يركب لان حطيت 7 بلس وبرضه في مسافه. ف اي جوال يخطر في بالك الان نستخدمه، يعني يمكن جهاز اوكي، لا تقول لي الايباد، لا الايباد ما يركب اوكي، جوال اوكي، يعني النوت يركب، اتوقع ما في اكبر من النوت. 7 هواوي 7 ما ادري ايش اسمه 7 انش عندهم جهاز اتوقع يركب، فهم قالوا لك ان كل شيء يركب في يعب. مثل ما نشوف ركبنا كل الاجهزه دخلوا داخل كلهم، يعني ما في جهاز عندي ما دخل، حتى لو انه جوال اتكلم اوكي، تجيب لي ايباد ولا سياره بتدخل، لا جوال اوكي. 7 بلس دخل، يعني هذا اكبر جهاز. ال8 راح يخش، النوت راح يخش، الاجهزه راح تخش، جوال جيرانك يخش، ايباد جيرانك شنو، ايباد جيرانك لا ما يخش، لابتوب ما يخش اوكي، جنط سياره ما يخش، كفر ما يخش، جوال اوكي، جوال صغير كذا اوكي، يعني جوال تحطه في جيبك يركب هنا اوكي. في اليو اس بي سي مثل ما قلت لكم، اليو اس بي اي من وراء الشحن، ما راح اتكلم عن الشحن ولا كم يستغرق عشان يشحن الشحن، حطه ونام ان شاء الله جهازك يعني يشحن. فحتى لو انه سياره بتحطها على الشحن بتنام بتصحى 10 ساعات ان شاء الله شحنت، فنام 8 ساعات شاحن جوالك يعني 100%. فمثل ما قلت لكم في نوعين، في نوع هذا اللي موجود عندي، النوع الثاني بالوايرلس تشارجر. فالفرق ان هذا لازم تصلي بجوالك يشحن، تحط الكيبل من ورا تشبكه وتحط جوالك يشحن. في نوع ثاني لا بالوايرلس، فبس تحط جوالك تسكره يبدا يشحن الوايرلس اذا كان يشحن جوالك، فانت كيفك على حسب النوع اللي تبيه. النوعين تحت موجودين بس ما في شيء، هذا القطعه هذا كل شيء. القطعه طبعا فيها الوان، اللون الاول البلاك اللي عندي، في لون ثاني وايت، في نوع ثاني اخضر يجي ما ادري ايش اسم اللون هذا، وفي نوع جولد، وفي نوع تقريبا ما اعرف اسميهم حتى بالعربي ما اعرفهم. المهم الانواع اللي تشوفونهم عندكم، انا ترى واحد يعني عندي عقده في الالوان، اوكي اعرف اخضر ابيض ازرق احمر وردي برتقالي تكفي عندي اوكي. اللي تبون الالوان تبون كل شيء ضغطوا تحت الروابط، دخلوا على الامازون وتشوفون. اسف لا حد يسالني يقول وين تتوفر، والله العظيم والله اني ما ادري اوكي. كل واحد في دولته، اللي شافها في دولته يكتب لنا تحت، في السعوديه شفتها في السعوديه اكتبوا لنا تحت، تتوفر موجود وين كتبون من تحت. انا اللي عارفه في امازون، ما ادري حتى في امريكا ما ادري وين يبيعونها، شريها من امازون بس، يعني ما ادري هل في محل يبيعها ولا لا، بس تطلبها من امازون هذا اللي عارفه انا، هذا رابط تحت.
تطلبها من السعودية، تطلبها من العراق، من مصر، من سوريا، من ماليزيا، من المغرب، من الجزائر. والله ما أدري، والله العظيم ما أدري. أوكي، لا تكتبون لي وين موجود، والله ما أدري. أنا اللي علي إني وصلت لكم إياها، وقلت لكم حتى ما يحتاج أحط الرابط بعد، يعني خلاص افتح أمازون شيك عليها، يعني ما يحتاج أقول أحط الرابط. قلت لكم اسمها فون سوب، اكتب في جوجل فون سوب يطلع لك. كم ما أدري، يعني هذا موجود تحت بالدولار، اخذ الدولار وحول لعملتك وتحرك ان شاء الله. اوكي، اتوقع بس هذا الفيديو. ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك القناه ونشر المقطع من لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني. واللي يبي نسوي فيديو ثاني لحق بالوايرلس، الشحن الوايرلس، اكتب لنا تحت التعليقات ان شاء الله نشتريها. ولا تنسوني مصالح دعائكم. اوكي، اذا عجبكم الفيديو دعوه من ظهر غيب يمكن تفك لي ازمه. السلام عليكم.